الوطن منحازون للحقيقة. بلدية أم الله سعيدة إنها دائما تكون متواجدة وتستضيف مثل هذه الفعاليات اللي من شأنها إنها ترفع مستوى الوعي لدى المواطنين. معروف إنه مرض السكري مرض أو من الأمراض المزمنة اللي أصبحت تشكل عبء على المجتمع الفلسطيني، وبالتالي زيادة الوعي فيها مطلوبة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي بتهدف لحماية أبنائنا من هذا المرض. اليوم إحنا بنستضيف هذه الفعالية طبعا برعاية عطوفة الدكتورة ليلى غنام ومعالي وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلي، ورح تضاء النافورة في منتزه رام الله باللون الأزرق اللي هو اللون اللي اختير لهاي الحملة. طبعا الهدف هو التوعية، ولكن أيضا هناك موجود العيادة المتنقلة لفحص السكري اللي موجودة على باب البلدية، واللي بإمكان كل مواطن بشارك اليوم في الحملة كمان أنه يفحص سكري حتى نتأكد أنه صحتنا منيحة. هدف اليوم يوم 14/11 واليوم العالمي للسكري لمكافحة هذا المرض اللي هو يعتبر نمط حياة. وعندما نقول نمط حياة يعني بإمكان الشخص يعني يعيش ولكن يتعالج من خلال نمط حياة معين لمكافحة الأعراض والتعايش مع مرض السكري، من خلال أولا نمط التغذية والرياضة وقاس الوزن وإلى آخره. وبالتالي كل الشهر إحنا اعتبرناه هو هذا مرض لتوعية الناس من السكري. وبالأول أمس افتتحت التوعية والحملة في وزارة الصحة الفلسطينية، واليوم هون، وعلى مدار هذا الشهر راح يكون هناك 100 محاضرة توعوية لمرض السكري في كل فلسطين وفي كل المديريات، ومع شركائنا اللي بيشتغلوا معنا من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية التي تعنى في مرض السكري. أول شيء إحنا كبنك فلسطين فخورين جدا أن نكون من أوائل المؤسسات والقطاع المصرفي اللي بيعمل على التوعية من بعض الأمراض الخطيرة الموجودة في البلد. حقيقة إحنا اليوم نرعى فعالية للتوعية عن مرض السكري، وهو من الأمراض المنتشرة كثيرا في الوطن العربي وفي المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، وبالتالي هناك توعية لهذا المرض من خلال اتباع أساليب غذائية صحية مناسبة للوقاية من هذا المرض. وبالتالي احنا بنك فلسطين في كل مرحلة نقوم بالتوعية عن مرض معين، وبالتالي الحفاظ على حياة صحية وسليمة لمجتمعنا الفلسطيني، لأنه إذا كانت الصحة كويسة بكون كل شيء مسلح، بكون الاقتصاد صحي، بكون المجتمع صحي، بتكون الأسرة صحية. وطن منحازون للحقيقة.